انا هجي لك هسالك على محمد النني، ولكن اولا انا سالتك سؤال، هل تعلم ان في كتير من جماهير ارسنال حول العالم وفي مصر دلوقتي بيقولوا ان بيريز وفييرا وتيري هنري وعدد كبير من اللاعبين العظماء في تاريخ ارسنال ده هم السبب اللي خلونا نشجع ارسنال ودلوقتي نعاني مع ارسنال منذ سنوات؟ اسمعني سيدي، أشكرك على هذه الكلمات ولكل المشجعين المصريين الذين أحبوا وشجعوا أرسنال في هذه السنوات وخاصة في الألفينات. نحن أيضا كان لدينا تيري هنري وكان من أفضل المهاجمين الأوروبيين والعالميين، وأيضا كان ديركومب أصلا فهو لاعب رائع. كما تعلمون اليوم أرسنال سوف يتقدم للأفضل، فقد مر بسنوات صعبة بالفعل، وكان في مرحلة بناء فريق جديد، وهو اليوم انه الرابع، يحتل المركز الرابع في الدوري الانجليزي. نحن متفائلين، وبوجهة نظري الشخصية اعتقد انه سوف يشغل مكان جيد هذا الموسم ويقدم كرة قدم رائعة. لماذا تراجع أرسنال كل تلك السنوات عن مستواه في عصركم الذهبي؟ لماذا كان العصر الذهبي معاكم كان عصر استثنائي وأصبح تراجع أرسنال كان موسم بعد موسم باستثناء هذا الموسم اللي تحسن فيه أرسنال نسبيا؟ أعتقد أنه لم تكن فترة استثنائية، فقط نحن بالفعل فزنا بالعديد من الألقاب وكنا فريق رائع وفريق متناغم، لكن أيضا تعرضنا لبعض الخسائر. يوجد أنا متفق معكم أن هذه السنوات يمر الأرسنال يمر بمرحلة صعبة، لأن الكثير من النجوم رحلوا عن الفريق، وأنا بدأت بالرحيل. وأيضا أؤكد لكم أنه يوجد دائما مراحل انتقالية ما بين حقبة وحقبة، وفي أعتقد أن خلال العشر سنوات الماضية شهد الأرسنال العديد من التغيرات. وأؤكد لكم أيضا أننا عندما لعبنا بطولة دوري الأبطال الأوروبي كان أدانا جيدا، لكن الآن نرى أن مان سيتي وليفربول وتشيلسي هم فرق قوية جدا، وأعتقد أنهم يؤدوا بطرق جيدة. نحن الآن أعتقد أن أرسنال له في لديه العديد من اللاعبين الجيدين، وسوف يشغل مكان جيد هذا العام